بكم كالعادة في هدرة أخرى، شكراً على اختياركم الوطنية الأولى باش تتابعونا كالعادة كل سهرية سبت. تحية كبيرة للجمهور الحاضر معنا الليلة، تحية كبيرة زيدا الماجد والمجموعة الموسيقية اللي معاه كالعادة حاضر معنا، تحية الجميلة الشيحي، حاتم بالحاج، مهدي أرتوئيل، أهلا وسهلا ومرحبا. شنو أحوالكم؟ اهلا جميل، صباح لاباس لاباس عليك، طقس ممطر طقس غدرنا جمعه هذيا، اما حلاه نحبوا الطقس هكا انا خاطر تحس فيه برشا محبه وتتلم العائله ومحلاها العائله كي تتلم معناها. شنو بالك تسمعك؟ ماكش وين كنت ليلي على الصوت بدري. باش نسمعك باش نسمعك مليح. اي مركز العائله تسمع بعضها معناها. انا حبيت ساعة نترحم على روح الفنانة الفلسطينية والعربية ريم البنا، الله يرحمها، توفيت اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وهي كانت فنانة ملتزمة ورمز بالحق للمقاومة الفلسطينية، ربي يرحمها وسلام على روحها. الله يرحمها. حاتم اهلا بيك. انا جوست حبيت خاطر المافيولا حضرتها البارح وفاتني اليوم، فاتوني برشا حاجات في مجلس في الجلسة العامة اليوم، مجلس الشغب الشعب عفوا، عندي نقطة ضاعت. غادي نشوفوا في حاجات أما نحب نفسر حاجة راهو بعيدا على العاطفة وبعيدا على اللي صار، خاطر تبعت الحكاية وصلت الإشكال في رئيس المجلس اللي فما نقطة نظام ما قبلهاش وفما تململ، خاطر القانون واضح معناها ما طبقش القانون الداخلي نتاع المجلس، على ذاك صار صراع وزيد سيام بن صدرين معناها المؤاخذات اللي عليها والاشياء اللي قاعدين نشوفوا فيهم والناس اللي ضدها، فما حكايات زاده معناها خفيه، لكن منظر مؤسف الشيء ذاك، ولو انه برشا برلمانات تصير فيهم عرك اما ما خلطناش للضرب، تو خلطنا للبنيه ما نعرفوش التصعيد المرحله الجايه شنو، واحد باش يجبد كارابين على زميله ولا لطيف. فهمت دونك. اما زاد من المجلس يشبه لنا خاطر في الشارع نتكلموا هكاك، زاد في التصرف نتاعنا متشنجين، دونك تشنج يمثلونا الشعب هذاك اللي انتخبناهم هذوكم يمثلونا، وما لا يغير الله ما بقوم حتى المنظومه الكل تتغير. مهدي انا موافق على قالو حاتم الكل. ما عندكش مهدي ليه؟ عاد كم زيد دخله بعد دخله زي هكا هاو يزيد. حبيت نترحم زيد على روح الفنانه ريم البنا اللي قدمت برشا موزيكا بنينه وحلوه وملتزمه، وتوانسه يحبوها برشا وكانت ديما تجي بحذانا في لي كونسير اللي كانت قريبه برشا من تونس، قريبه برشا، عنده برشا اصحاب. تحيه للفلسطينيين الكل والله يرحمها، وان شاء الله الفنانين اللي مازالوا يوصلوا يعملوا كيف اللي عملت ريم البنا في الدنيا وفي الفن. الله يرحمها. مازلنا مواصلين منيلة كالعادة وكيما مستنسين، نحب نقدم ضيفتنا اللي فرحانة بحضورها بحذينا، هي ممثلة دخلت لقلوب التوانسة الكل من خلال العديد من الأعمال سواء التلفزية ولا كذلك المسرحية. هي في الشهر ذي تعينت مديرة الفضاء العبد اللي قاعدة تقوم بعديد الأنشطة على المستوى الثقافي. سعيدة جدا باستقبال الممثلة وحيدة الدريدي.
وحيدة دريدي ممثلة وكاتبة ومخرجة مسرحية، درست أداب وحضارة عربية بكلية الأداب منوبة. وحيدة قمصت أدوار مختلفة ما زالت راسخة في ذاكرة المشاهد التونسي. هو الحق من ناحية بنين بني، خاصة كان تعمل لحمة تن وتذر عليها شوية جبن مرحي وكعبات كبار، تهبط زبدة في الكوشة. هاني جاية يا أمي، هاني جيت. شفعت فيكم أمك المريضة اللي كملت على مرمتها. ما وين عندك تفلت غير انتي حلك بحاجة خارجة من دين بابا الغالي. يا مفيدة وين؟ اسمع سي يوسف، كل شيء في بقعته، المشاعر في بقعتها والخدمة في بقعتها، ما نخلطوهمش. مش على خاطر معاش مع بعضنا نقوم ونغزلوا ونتوتروا على بعضنا. مشي وقته العايش، سي فريد مريض وجالي الهنشير باش يرتاح. استنى ساعة أخي، مبلحق الطاهر مبيس في سبيطار تونس ولا كل مضبع منور كذب فيه؟ بالعكس خاني صدقتك وقت قلت لك علاش ضربك. قولي الغشيش اللي عنده حس هو عنده مشاكل ولا شنو؟ نقول لأولاد تو يعلموش معناها الضرب. أمانة ما عنديش خلوق ليه. باهي خطانا من حكيت مني. قولي أنت شو عملت مع شريف؟ شو عندي باش نعمل؟ ماني قلت كيما قلت لي، دخل من الأذن هذه خرج من الأخرى، ما صدقنيش وأنا خايفة باش نموت. وأنت تعرف جيت للريستورون كامل خلط عليا الدار. روح وراها ساحر وهي لرست لفتاح، الكف السمح يتنقل من رمح الرمح، لا ضمتها زوج يدين، لبستها شفايف عاشق، الكف لحسني مبطر. هي من القلائل اللي أتقنوا دور الفداوي وقدمت عروض متنوعة في هذا المجال. هاكا من جوع دريد ونساء دريد المعروفين عنا برشا حكايات، منها فاطمة بنت دريد وحسونة الليلي، هذيك شعلنا فيها. احنا باش نحكيو على زهرة بنت دريد. زهرة بنت دريد كانت عندها 6 إخوة وهي السابعة بتاعهم. أستاذة مسرح وأشرفت على إدارة العديد من دور الثقافة، تم مؤخرا تعيينها مديرة للمركز الثقافي بقصر العبدلية بالمرسى، مسؤولية جديدة تخليها تواصل في مجهودها لتقديم الإضافة المأمولة على المستوى الثقافي. بيك وحيدة، يعيشك فضلك، يعطيكم الصحة على الاستضافة وميرسي برشا على الفيتير اللي عملتوه. رجعنا للذكريات مع العديد المسلسلات اللي كنت حاضرة فيهم، فما أدوار مختلفة، وأنت يمكن حالفك الحظ أنك شفناك في شخصيات مختلفة متنوعة. ساعات نشوف ممثل ربما يتكرر الدور في معناتها من مسلسل آخر ما نحسوش الفرق. أنت خدمت برشا أدوار مختلفة، هذا أكيد يزيد أكثر قيمة للممثل في ممارسته هو للتمثيل، يعني يحس أنه جرب عديد الأدوار. فما أدوار ما زلت تتمنيهم؟ طبيعة كل ممثل ما زال عنده العديد من الأدوار يتمنى فيها. أنا نحب نقول للممثلات والممثلين الكل في تونس عندهم قدرة كبيرة أنهم يتقمصوا الأدوار اللي تتصورها في بالك. فما ناس تجيهم فرصة باش يبدلوا الأدوار، وفما ناس ما تجيش فرصة باش يبدلوا الأدوار. لكن نتمنى لو كان جينا احنا توا قادرين باش نصنعوا دراما بشكل مكثف. انا متاكده اللي الطاقات اللي عندنا في الاحتراف اللي قدم وجينيراسيون تاعي واللي جايين بعدي عندهم قدره كبيره على الاداء وعلى التميز على كل المستويات، حتى على المستوى العالمي مش كان تونس والمستوى العربي. راه اكيد وحيده منكم باش نحكي معاك في جوانب ما يعرفوهمش الناس اللي تبعك برشا، مثلا ذوقك الموسيقي، شنو الحاجات اللي تحب تسمعهم، شنو تسمع في الفن؟ نسمع برشا حاجات. ما بون انا نحب فيروز، نحب ام كلثوم، مازلت شويه قديمه. نحب المطربين كلاسيك، المطربين التونس الكل. نتبع الاسلام توا اللي خارجين في تونس، نتبع شويه لي رابور، نسمع موسيقى غربيه، نسمع الاوبرا، نسمع يعني انا وحالتي النفسيه، انا وحالتي النفسيه شنو اللي نحب نسمع.
باهي انا اليوم باش نقدم لك ضيفنا اللي هو فنان شاب اكيد برشا يتذكروا في مشاركته في عرب ايدول عندها 4-5 سنين هكاك، ولكن رغم انتاجه القليل هو ديما حاضر في العديد من الحفلات، عنده جمهوره، عنده ناس تحبه، خاصة نشط برشا على صفحته على الفيسبوك، ديما تابعوه، تابعوا تفاصيل حياته اليومية ساعة ساعة، يخرج لنا فيديو حتى قبيلة شوية، صور شوية كواليس الحصة تلقاوها على باجته. سعيدة جدا باستقبال الفنان دالي عامر. دالي عامر بدايته كانت مع الراشدية، لكن انطلاقته واكتشاف الجمهور ليه كان من خلال مشاركته في برنامج عرب ايدل. صعبا علي اللي قسيته في الحب من طول الهجران، ما عرفش ايه اللي جنيته من بعد مرضيت بالحرمان. أيوة. في ناس يا ليل بيشكوا لك مواجعهم، يا ليل بالله يا ليل يا ليل ما تبقاش توقع. لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى الزيه مستخسره مستكتره ما بيقولهاش، ياللي بحبه ضيع قلبي ضيع عقلي ورحت بلاش. صبح ونسهر ومع لبني واحضر عليه عالم احوالي ان شاء الله. بعد التجربة هذه حاول يقدم إنتاجه الخاص، ورغم اعتماده للإيقاعات لقات حظها في أغاني أخرى، إلا أن الأغاني اللي قدمها ما لقاتش رواج كبير. صوت مميز قادر أنه يكون حاضر أكثر في الساحة الفنية. اليوم هو منشغل في الأعداد لتقديم أغنية جديدة ممكن تكون أغنية الحظ بالنسبة لي. معايا بالحلال حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا. حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا بالحلال حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا بالحلال حابب طالب راغب فيك بالحلال عقلي وقلبي باغي بالحلال حابب طالب راغب فيك بالحلال عقلي وقلبي باغيك بالحلال. مايسترو
حبك مرايا حلف ما يخليني يا غرامي انا مريض انا مريض وانتي دوايا تعالي حدايا ريحني وهنيني ديما في احلامي ديما معاك انا معاك وانتي معايا ضيفك مرايا حلف ما يخليني بالحلال حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا بالحلال حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا بالحلال ايوه وين الجمهور وينه بحالهم انا نبغيك يا الغالي ماشي بحالهم قلبي دق عليك تنشف بحورهم وحبي ليك ما يسالي ماشي بحالهم خوفي وحرتي علي ماشي بحالهم انا نبغيك يا الغالي قلبي دق عليك وحبي ليك ما يسالي خوفي وحرت علي ماشي بحال ماشي بحالهم حلم عمري ومنايا تكوني معايا حلم عمري تكوني معايا طالب راغب فيك بالحلال عقلي وقلبي باغيك بالحلال حابب طالب راغب فيك بالحلال عقلي وقلبي باغيك بالحلال ميرسي دالي مرحبا دالي هذه أغنية حلوة برشا إيقاع مغربي تتعدى في المغرب أكثر من اللي تتعدى في تونس أول حاجة نحب نقول عسلامة للناس مرحبا ومرحبا بينا في القناة الوطنية وتحية لكل حضور اللي معاك وشرف شرف كبير ليا أني معناها نكون في بلاتو موجودة فيه مدام وحيدة دريدي اللي مرأة نقدرها برشا 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 أكيد تحية جدا المدام جميلة الشيحي تحية للأولاد تحية لصحات بالحاج تحية لصديقي مهدي أرتوام ملك الثمار في تونس تحية كبيرة 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 برشا للمايسترو ماجد الخليفي وكامل عناصر الأساتذة اللي معانا اللي بالحق معناها وقت اللي اقترح عليا باش نغني بالحلال في اللايف أول مرة معناها يوصل المايسترو يقول لي علاش ما تغنيش غنيتك لايف معناها كان تشجيع منه هو تصفيقة كبيرة على المايسترو ماجد الخليفي بالحق خاطر انا قلت له حاول ماجد باش يغني هنا لايف وقال لي يتهنى وان شاء الله وريني والله يعطيه الصحه وكان بالحق العناصر اللي مع الكل تحيه كبيره زاده لعازم كمان وميس شكري بهلول زاده معناها عازف من العازفين اللي نحن كفنانين تشرفوا انه نغنيوا معاه معناها هذا هو هذا هو الغنية علاش في المغرب تتسمع أكثر من تونس؟ غنية مزيانة علاش في تونس؟ خاطر حليل غنية حليل خاطر حليل هي قالت لي والله موضوع كبير هذا المهم ما نسالش هاي تسمعت اليوم في الديريكت المهم عجبتكم ببليك ولا؟ مرحبا بيك
عايشك وبيك ان شاء الله نقضيو سهريه مزيانه وبجنبك مهدي هو صاحبك دونك متهني عليك فس فس مادام صاحبك باش يفرح بيك برشا برشا متفرجين يسخروا الاغنيه بلاي باك تلمون بالحق تعملت بالكدا برافو كي غنيت بارك الله عليك ماشي يعطيك الصحه انت الاولاد معناها في ظرف قياسي تصور ظرف قياسي ظرف قياسي المنحه نتاعها كان المنحه المنحه مرحبا بك دليل مليح هاني سكتت انا الجماعه تقول لهم اي كلمه عرفت كلمه هكا خارجه بالعربي شدوها لي علاش قبيليك قلت له المنحه شدها مهدي علاش الريتم المغربي علاش والله وقت هذا يا ساحه نحكي عليها شويه الغنايه تعملت عام 2014 في المغرب وقتها كلمات والحان عماد المغربي وتوزيع بدر المخلوقي عماد المغربي ذا تونسي عماد المغربي مغربي مروكي نوجه لهم تحيه كبيره والله لا شوف وقت اللي روحت انا من لبنان 2013 سمعت برشا اغاني تونسيه الاكثريه كان توجه نتاعها ثوره ودرا شنو ودرا شنو ما هو الجو هذاك جمله ما نحبش نغني الجو هذاك ما زلت ما لقيتش وقتها معناها اغنيه تونسيه اللي هكا باش تشدني وتخليني لو انه تقدمت اغنيه حلوه بعد الثوره راهو مش ليه هو مش جو ما قلتش هو انا ما قلتش للاغاني هذيك مش حلوه ولا حاجه انت مش جوك ما هيش جوي انا فهمت ماكش ثوره معناها لا جمله مانيش ثوره المهم كان هذاك الجو اللي ماشي صار كونتاكت معناها فما شكون عرفني بالسيد هذاك عماد المغربي اللي هو خادم برشا نجاحات لسعد المجرد واسمه المنور وغيرهم كي سمعت الاغنيه كانت حلوه تنقلت للمغرب مباشرة وجبت البرودوي والحمد لله يا ربي الحمد لله انا ديما نقول الحمد لله انا متاكده ليلى اللي باش تسمعنا برشا اغاني مزيانين خاطرك تأدي برشا اغاني محضرين لكم برشا حاجات فسفس انا والمايسترو انا ومايسترو ماجد الخليفي برشا حاجات مزيانين ودايق حتى من وحيده باش تلقى جوها اللي كنت تحكي عليه خاطر فما حاجات من الكلاسيك غنيو مع بعضنا نغنيو مع بعض اي يعني سورتو الغنيه اي الغنيه سورتو الغنيه شنو حكايه فسفس فسفس الكلمة السحرية نتاعو وين تمشي تلقاها في باجتو فسفس فسفس والله كلمة تقالت هكاك معناها جات من كيفاه بتاع الصدفة هذيك بالعربي من وحي الخيال من وحي الخيال ومن وحي الصدفة من وحي الصدفة منحة المنحة من المنحة نتاع الصدفة حسين هكا وقلت بتفادليك نهار وقتها فما كان فما برنامج على قناة الحوار التونسي معناها تعديت فيه قال لي مريق الجو قلت له فسفس ايه مشيت الكلمة على الكلمة هذيك مع وقتها في الإيميسيون جاونا فسفس جاونا فسفس قعدت هكاك معناها مشات ولات نفس كلمة تبع فيك حتى كي ننساها انا نقولوا لي فسفس معناها معليش ما خدمتش عليها الكلمة هذه ما عملتلناش أغنية اسمها فسفس وموا كيك تتحير الحكاية هذيك ماك تكتب أنت بالجو الفسفس هذايا بالجو الفسفس هذايا اكتب لي أغنية أنا مش ملك الضمار أنا نكتب ماكش ملك الضمار معناها فهمت عليك ماشي المغرب خويا ماشي فواياجيت المغرب تجيب أغنية امشي خويا امشي خويا اكتب الفسفس خلص لي فيزا تنجيك فيزا ما تكلفش فيزا ما تكلفش فيزا المغرب ولا انت تمشي المغرب بالفيزا بليش ما المانيا كنت اي كنت في المانيا فاتوا في لبنان ياسر تتنقل باش تجيب اغنيات انا بحذيك خويا لا مشيت من المغرب بركا جبت اغنيه زوز الاخرين في تونس علاش تحبش تغني بالتونس انتاج محلي غني في عسل قبلوا بعد الحصه وتفيه مع العميل انت متاكد الساعه في العالم العربي فسفس مش كلمه هكا ولا هكا معناها لا لا هذيك حرف امورها لا لا ما سمعتهاش ما جربتش تقولها لبرا معناها وين البر؟ في لبنان قولها في المانيا في اوروبا نقولها في المانيا تبعوني لالمانيا لا بيس قولها حتى في لبنان واحده تتفرج في البرامج في التلفزه ولا ما عندكش ياسر وقت والله مش برشا ما تتفرجش برشا في التلفزه ما تشوفش ياسر عندنا فقره احنا اسمها فوتوشوفت اختاروا منها هكا حاجات ونعملوا عليهم حكايه ديما حاضر هنا خالد العبيدي باش نشوفوا مع بعضنا فوتوشوفت الجماعه هذه تفضل مرحبا بكم في فوتوشوفت السبت 24 مارس 2018 والبداية بالسؤال اللي نسألوه لكلنا شنية توا نرجعوا للبرغر والبليبي والدراع والشفاج والكينون والفحم والبرنوس والشاشية والبوني والكشكول ومشتقاته جاتك البلا في شكلك مش تفسر انت بتقول لي ايه هو بالحق الطقس بارد اما التلفزة سخونة اسمع ما دام دخلنا في جو الثق لايف خلي نكملوا انه كي نقولوا المنجي العوني نقولوا بون يا حسره
حلوه اللبسه وغيره وكل شيء. يعيشك. انا مش نطلب من والي نابل يحطوك في عود القله نتاع نابل هذيك. توا كي ترى مريم بن مولاي بارك الله معناتها شاركت في التلافس الكل. معناتها سالت قبيليكا قالت لي انه نطمح البرنامج عربي. انت شكون ترى القناه اللي تنجم تعيط لك ام بي سي ولا ناشونال جيوغرافيك؟ لشكون مدين في الفرصه هذه اللي تعطات لك؟ شكون تقول له يعطيك الصحه؟ تقول له بارك الله فيك. لو كان مش هو لو كان مش هو راك ما وصلتش، انت ولا هي راك ما وصلتش للي وصلت له توا. معنا اوكي فهمتني ولا من كل العرفي معنا تحيه. انا بصراحه يعجبني واحد كان ديما معناها في البينانتيات، عادل سليم. عادل سليم عنده تيحه نتاع بينانتيات تشك في روحك ساعات. اي في اللي كورو في اللي كورو طب توا الخنيسي توا الخنيسي اه الخنيسي الخنيسي زاد به مليحهم بونتويد الشعب انتخبني وما خبيتش. انا منشي ارتيست خبي عمري قداش. السيسي الجمعة هيدي اعطانا درس في الديمقراطية واستمع على آراء الناس بكل روح رياضية. احنا المفروض ما نتكلمش لأن وقت الكلام فايق. في حبسة هنا ولا ما تخافش؟ مفيش حبسة خالص. ابو سيدي على الرئيس لا ما حدش يعرف يتكلم. لا العيال دي كلها وهتعالي على البوكس. مش مصريه؟ ما اعرفش والله يعني مش عايز اجاوب على الرئيس. لا ما ينفعش عيب رئيس. لا في حدود لازم نتكلم فيها. رايكم مين الاول؟ حضرتك في تصريح للكلام ده؟ انت من تلفزيون ايه الاول؟ مصري. اه يبقى بلاش تتكلمي عشان هي ما فيش حاجه تحصل. La fiesta no para apenas comienza. Se conce, se consa, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia. تحية لخالد العبيدي اللي حضرنا الفوتوشوفت. وحيدة، اش قولك في الحوارات وال يعني شكون يسبق يقول حاجة لحد هكا يحرجوا ولا كيفاش كي تتفرج؟ شنو موقفك من اللي قاعد يتعدى في المشهد الإعلامي؟ الساعة فما باش نتكلم بالعربية ما تبداش تشد في المنحة المنحة هذيك وكذا راه ديما نتكلم بالعربية انا نشد ميساج نتفاهم انا وياك نتفاهم انا وياك. هما فما زوج نقاط مهمين. أول حاجة أو كشدها نقاط فما حاجة صارت من 2011 لتوا اللي فما فوضى في كل شيء في التعامل. معناها قبل كنا فما صعوبه في حريه التعبير دونك احنا نبداو قال الاخر نطرزوا بالغرزه باش تخرج انت كلمه وتعرف فاش تقولها من غير ما تجي تتسنسر لك ولا تقول حاجه كيما هكا. تعمل اوتو سنسور وحدك. تعمل اوتو سنسور ولا حتى كي تحب تقول حاجه لازمك تعرف فاش تغلفها. ومنحه فوالا منحه اخر من نوع هذاك. لكن فما حاجه متفقين عليها اللي فما مستوى محدد في التعامل معناها ما نتيحوش عليه. حتى كي قال الاخر نحب نسلخ عبد وننبزو ببره بثخامة اما مش برشا مستوى تدني معناها شد عندك تدني باهي تدني لكن كي باش تقول لي انت البلاتويت نحب نقول لك اسكو احنا نحكيو ساعه بلاتويت على فنانين ولا على جماعه نتاع بؤس؟ فما فرق. اذا باش نحكيو على فنانين هذوكم راهو معناها قيمه ثابته ما تنجمش تطيح لهم من قيمتهم. دونك اما حتى الفنانين وحده توا ولاو يعملوا البوز باش يكومونيكيو باش يعطوا لهم اكثر في رمضان مش ولاو معروفين. انا ما يظهر لي البوز ماهوش يضيف حتى شيء الفنان راه حتى شيء. هو موجود وقيمته موجوده ما فماش علاش البوز ما عندها ما تضيف له معناها في الاخر. خاطر كي تحطه في البلاتو نتاعو ولا تحطه على الركحه نتاعو ولا تحطه باش يتكلم هو يوفي ويززي ما فماش علاش البوز. الباقي ما تبع ذلك وبدا يتشد في اللينيا نتاعها ويتسموا فنانين هم مش فنانين بالنسبه لي انا. والحديث عليهم يعطيهم قيمه زايده
على خاطر انا كي راه فما عبيد الافضل اني نعتبرهم غير موجودين بالمره، ما نحكيوش عليهم، يتعداو ان ابيرسو، يقعدوا ان ابيرسو. اما باش نقعدوا نعملوا لهم قيمه وطاوله وكراسي ونحكيوا عليهم، هما باش يزيدوا تطلع الكوتا نتاعهم. انا ليلى ديجا الفيديو هذاك بعثوه لي على الماسنجر، كلمت ليلى الشابي قلت انا ما نعرفش علاش انت جاوبتها من اصله معناها، فهمت؟ قالت لي راهو كان عندي يا زوز اشياء، يا اما ننسحب يا اما نجاوب، وانا ما نحبش ننسحب. دونك صارت الاشكاليه هذيك. انا نقول مش غلطه ليلى، ليلى قيمه ثابته في تاريخها وفي فنها، الغلطه في الناس اللي تستدعي فيهم، وما نعرفش ما نعرفش شنو حتى السيفي اللي عندهم اصلا معناها باش هما يدعاهم ويتحطوا في البلاتوات. ما عندي ما نقول لك معناها، اما الظاهره راهي عامه، ما تراهاش كان في البلاتوات وفي الاعلام، الظاهره عامه في الشارع، في الراديو، في الاعلام، في الفيسبوك، في المجلس التاسيسي، اسمه مجلس نواب الشعب، ما عادش مجلس نواب الشعب اللي ترى فيه معناها الكل. ما فهمتش شنو اللي صار في البلاد، اما ان شاء الله الحاله مش خطيره حسب الاطباء. هو يظهر لي زاد الكبت اللي عشناه عشرات السنين معناها تحل كل شيء. ليه هو انا معاك راهو سي حاتم، هو صحيح، اما انا كنت نتمنى الفوضى هذه تقعد عامين ثلاثه اربعه، تطولت شويه حتى فوالا تدخل بعضها والكل، ومن بعد تتصفى. تتصفى شنو معناها؟ مش معناها اللي ربحناه باش نحيوه، ليه ليه؟ من حقك حريه التعبير، ومن حقك تعبر، ومن حقك تقول تعجب وما تعجبش، ومن حقك تقول معاه ولا ضد، لكن طريقه كيفاش تقولها هي المهمه. معناها مهما اختلفنا ومهما كنت انا ضدك ولا انت ضدي، ماذا بينا نقعدوا مستوى محترم في النقاش. فخامه فخامه اللي تحكي عليها، ما فخامه زاد. انا يظهر لي زاد المتفرج عنده نسبه كبيره من الذكاء اللي ولا يفرق وقت اللي يتفرج في برامج تفركس على البوز، ويتفرج في اشباه الممثلين والاشباه الفنانين. باقي الفيديو دار في كل بقعه تاخذ اكثر من حجمه، الناس كل تحكي عليه في الفيسبوك. اما قداش باش ياخذ وقت؟ لين يجي الفيديو اللي من بعد، لين يجي الفيديو اللي من بعد، خاطر ورا بعضهم قاعدين ورا بعضهم. بلا مدام وحيده قال يطلع وقداش باش يقعد؟ ليه ولاو كل يوم في اللي بلاتو؟ ليه ما يقعدوش وما قعدوا كان هما؟ ليه توا مده ثلاث اربع سنين هذوما اللي مش نقولوا شامبينيون ولا غيره، ما فما كان هما في اللي بلاتو، تفرضوا فرضان على الشعب والشعب استانس بهم، وفي السوشيال ميديا ولا يتبعهم ولا يتبعهم ولا يتبعهم ولا يتبعهم ولا يتبعهم باش يضحك، مش يقول يا واو يعطيهم الصحه. اي هما خاطر يضحكوا. اي ما مجرد جميل الاهتمام بالاشياء كي من هذه تخليك تبعد على الاهتمام الاصلي. اي وقتها ما عادش مشكلتهم هما، وقتها ولا مشكله الاعلام الخاص. بالضبط. شنو هي مهمته؟ شنو هي هو راهو حتى احمد التحريري اللي قاعد يتبع الموضوع، على خاطر مرات حتى الضيوف الكل يلاحظوا نفس الملاحظه نتاعك وحيده، انه ما يستحقوش، فما اسماء معينه ما تستحقش تعطيها اكثر من حجمها وتحكي عليها. احنا ساعات نحكيو باش على الاقل الناس اللي تتفرج فينا حتى كان يمكن ما يجيش على بالهم حاجات موقفنا، اي على الاقل يفيقوا شويه، خاطر ياسر معناتها وليت الحكايه ياسر دارجه على طول معناتها. كل جمعه عندنا عركه في بلاتو، عندنا ناس ما تعرفش منين جاوا وشنو هي تاريخهم شنو خادمين، تلقى في المقابل ناس اخرين عندهم تاريخ كبير ما نراوهمش مره بعد قداش تم استضافتهم، ساعات بداوا خادمين حاجات مزيانين يستحقوا باش يتعداوا وما تراهمش. يعني هذايا بالحق فما حاجتين ياسر، هي فما حاجات. اول حاجه يقول لك في الاعلام راهو النجم نقعد انا نحطك قدامي ونبدا ننقد فيك ونعطي كل الحاجات السلبيه اللي عندك، لكن لو فات اني انا قاعد ننقد فيك ونعطي في حاجات سلبيه، راني قاعد نهز فازه في الكوته باش الناس تهتم بيك كي نحكي عليك برشا. كيما انا النجم نعمل في الجانب الاخر اني نحكي على برشا حاجات ايجابيه، برشا حاجات باش الناس تهتم بيك. انا نتمنى لو كان الاعلام في خدمه الثقافه التونسيه ككل، فنانيهم بالكتاب نتاعهم بالسيناريست نتاعهم بالموسيقيين باللي بانتر باللي تحب انت، لو كان نهتموا بهم نعملوا تباج اعلامي كبير على القنوات الخاصه والعامه والراديو كيف كيف، اذا كان خاص ولا عام لازمنا نخدموا هذه الخدمه. انا فما حاجه ساعه توجعني، لين عينيا تزغلل في مهرجانات عربيه، تجي باش تحكي مثلا على زميلك حد يبدا، خاطر احنا توا التوانسه يمشيوا المهرجانات، نمشي انا تمشي جميله تروح جميله نمشي انا. دونك يجيك زميلك يقول لك واحد اجنبي عربي ولا حتى من اي دوله، يجي يقول لك والله الست جميله شيحي شفناها وتعرفنا عليها والكل كانت ممثله ممتازه. التونسي ايش لازم يجاوب؟ اول حاجه لازم يتبادر لذهنه ويقول له ايه والف شكر،
وأستاذتنا وفنانة قديرة ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. فهمت؟ احنا لا احنا ليه تشكون ما تجيش ما تجيش. شوفوا الوطن العربي يبدا مازال كي بدا مازال عنده دوغري قد نهكل الفنان نتاعو النجم والنجمه ويقول لك النجم ان تو اخذر انت للفنانين من بدايه السينما المصري تو تلقى سيده الشاشه العربيه سنديريلا الشاشه درشنيه شو اسمه عم يحكي بالعربي عندليب الاسمر احنا عندنا القاب احنا عميد ادب عالمي اسمه محمود المسعدي فهمت فسفس الشاشه العربيه مثلا احنا نكروا بعضنا ما نحبوش بعضنا احنا عنا اديب عالمي لو كنت تترجم الاداب نتاعو الناس كلها عنا محمود المسعدي الله يرحمه ادراك اذا احنا فما حد يقول لك عميد الادب تنا انك النجم نقول عميد الادب العالمي محمود المسعدي مش العربي اما وحيد تعرف الشيء هذا ان على خطر البارح الكلام اللي تقال في المجلس الشعب يمكن كما تقالش عمار عمروسية ما قالش الكلام ذاك يمكن ما تصيرش عركة اليوم خطر فما تصعيد فما جو عام رجعت الحاجات حبيت تشوف تونس كيفاش عام 1930 محمد بيرم التونسي عمل دورة في تونس سمى تونس في مقال مشاهير قال بلاد الشتائم يعني كي جاء عام 34 جاء لتونس وشاف قال لك العباد الكل تصفي بعضها معناها من عام 34 دونك وليت في اللجان نتاعنا كيما مثلا ترقى في روسيا الناس صحاح ما يخافوش من البرد وكي تراهم الصباح موان 15 دوغري ماشيين يخدموا سوريا لهنا احنا فما حاجات في اللجان استانسنا وتونس فيها من وقت ابن خلدون زاد من غير ما نرجع لابن خلدون للمقولات الشهيره نتاعو اما حتى معناها القرن الماضي 100 سنه ومازلنا على نفس الحاله به واحده احنا عندنا فقره اسمها واحده واحده اسئله باش يسالوها لك مهدي وجميله باش توسع بالك معهم شويه خاطر الاسئله ديكالي دونك شو شي والوحده واحده يتعاركوا شكون باش يبدا ليديز فيرست والله لا تبدا ليديز فيرست الفت بولف فهمتوش انتوما شكون باش يبدا فهمنا هي فهمتش علاش بدلت رايك باهي تو نفصل انا شنو في السؤال الاول خايفه من واحد مهدي ابدا صاحبتي يقول السؤال انت اللي خايف مهدي قول انت ابدا باهي السؤال الاول والله خاطر حلفت بعد مفيده ما زلت وحيده ديما وحيده حيد لهنيره لهنيره لا ديما وحيده في الطبع ترجم له بالفرنسي الطبع وحيده طبع في الطبع في الـ في الـ في تكوين الشخصيه مازلت ديما وحيده ومع العبيد مفيده لا مع العبيد مش مفيده مع العبيد لا مش ديما مفيده ساعه ساعه نولي ضاره ما ينفعش برشا معناها مره نكون نوتر مره نكون مفيده مره نكون ضاره في بعض الاحيان انا والوضعيه اللي انا فيها عايشك تحب انك تقعد وحيده ومش مفيده ولا مفيده ومش وحيده سا ديبون في حالات ماذا بيا نقعد وحيده ومانيش مفيده بالكل فهمت وفي حالات كي الراحه جات تتعدى قدامي ماذا بيا نكون جماعه ومفيده في نفس الوقت واضح باهي كيبدا عندك ريبليك تقولها في جمله مفيده ولا في جمله وحيده سا ديبون انا والوضعي جاوب على الكل سا ديبون لمين نهدي جاي سا ديبون اذا عاودت سيكونس برشا مرات تولي في اما انا مش وحيده ما عادش في جمله وحيده باهي الناس كل تعرف اللي راجلك فرنساوي ربي تحية ليه خاطر جاي معاها يتبع فينا في الكواليس سي بور فو باهي كي تربش بيك يقول لك لا سول ولا لوتيل يقول لي لونيك اي 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 باهي مدام لا سول باش نسالك السؤال اللي بعد شنو هو البارفان تاعك عطر الغضب عطر الغضب نعم واضح باهي شنو تفضل خشبة المسرح ولا الكاشي نتاع التلفزه؟ خشبة المسرح باهي انت مدام وحيده في اللي تخيم تاع وجهك تحسك ديما هكا عندك قحره صحيح دونك باش نسك على الدجاج الاكحل كيبدا داير بيك تعمله مشوي ولا مسلي؟ كي يبدا داير بيا نبدا نتفيه بالطرف وهو حي يمين كي تصور مثلا مشهد ساخن تهوي شباك التذاكر ريت نفركسوا على البوز بالخامه ريت قلت تعاود شو تقول سا ديبون زاد سامحني ما سمعتكش
ماكش تجاوب عليه؟ لا لا مش تجاوب هي فهمتني صحيح. سكر شبكة هذاك. جاوبتني صحيح. سألي بعده توا أنت مديرة فضاء العبدلية هكا ولا مبروك. رواد العبدلية يتسميوا رواد الفضاء؟ رواد العبدلية أولاد فضاء؟ رواد العبدلية. رواد العبدلية. يتسميوا رواد الفضاء؟ إذا كان هما رواد العبدلية مش رواد لطفي العبدلية يتسميوا. باهية. وي. باهية ولا عجبتني. باهية. كي تغادر منصب مديرة الفضاء يتسمى فضاء وقدر؟ علاش كي نسأل اللي من غادي يضحكوك؟ يتسمى فضاء وخطر. باهي باهي. كي واحد يخدم مخه مدام على دور يتسمى كارير بونسي؟ باهي حلوة. مقطع برك بتاع بونسي مش كارير. مقطع برك. برك. سامي الفهري هو اللي اكتشف موهبتك؟ نعرف الإجابة كتبوها. ثم جاك حتى المشكلة هذيك. ثم جاك حتى المشكلة هذيك. تحب تجاوب ولا مش؟ إيه جاوب خاطر برشا عباد يسخلوك كاريرك بدا من ولاد مفيدة، دونك أنا نحبك تجاوب. أنا كاريري بدا في المسرح عنده 25 سنة. في التلفزة التونسية بديت عام 97. قبل التلفزة التونسية الله يرحمه سامي العيد يعطيني فرصة باش مشيت خدمت في أرتي راديو تلفزيون العرب. قعدت خدمت 3 سنين، هو شافني سامي العيدي وهزني باش نخدم، وسيمون جي شهبي الله يرحمه خدمني في برشا اختصاصات في ار تي، كنت نعمل اعداد برامج، كنت نعمل بوست سانكرو، كنت نعمل حصص وتمثيل، خدمت معهم 3 سنين، كانت ايام جميله وتعلمت معهم برشا حاجات. من بعد خدمت مع التلفزه الوطنيه من 97 الى حتى اليوم ديما. مش جبت 2018؟ 2018 مازال خاطر ليك مخصوص 2018 في الاتحاد الرياضي. 2018 فما في الوطنيه زاده فما مشروع باش نخدموا ان شاء الله مع الوطنيه، باش نخدموا انا مع الوطنيه وان شاء الله باش يكون بامضاء المخرج محمد علي شريف قريبا ان شاء الله في 2018. تنزلوا نحكيوا اكثر في الحكايه هذوما. دونك نسالك السؤال اللي بعد، انت تبارك الله ممثله ومخرجه ومسرحيه وكاتبه، نحب نعرف ابار كاتبه صديق شو كتبت جديد؟ ابار كاتبه صديق عندي 3 كتب في المكتبات بالحق. اي اسمهم شمس الوجيعه، مجموعه من المسرحيه من 5 من 4 مسرحيات، فما حسن يونغا قصه للاطفال اللي يفعى. عاود الاسم سامحني. حسن يونغا. حسن يونغا. وفما مسرحيه للاطفال اسمها القدوه اللي هي مقتبسه على خرافه كبيره اسمها برنوس بابا. بارك الله معبيه المراه اللي جبناها. ما حضرش راهو مليح. باهي السؤال اللي بعده. يعطيوك دور قصير عليك تلبسه ولا تحل العطف؟ لا نلبسه ونسنتر فيه كلزم، ما نحلش العطف. ما تحلش. تحب الحيوانات؟ سأدي بونا هما الحيوانات كان أليفة به. اللي قدموك؟ اللي قدموني يعني نسامحهم ديما. حيوانات هما. نسامحهم. به تمن بجنون ولا ما على بالكش بما لم يقل؟ عم بالي بما لم يقل. عاود 10 مرات. كاملين. باهي واحد يوسع في باله بهم. أنا ما عم باليش بجنون، ما عم بالي باللي صار في ما لم يقل. تمن بجنون؟ لا وجنون واقعيين معناها. كيك عنا ما شاء الله. باش نحكيو عليهم اكثر بعد في هدره اخرى اخرى. سؤالي بعده، تحب الساعه نكملوا نحكيو في قلب فدلك ولا في قلب صابون؟ في دابوز ازهر. باهي عندك ازهر مال. كملوا. كان تشد وزيره اش تعمل لها؟ شنو اي وزيره؟ لا يا اختي هالفيل اللطف. ليش تعمل لها كانت تشدها الوزيره؟ اي كانت تشد وزير. لا الوزيره اخي خاطر عندي وزيره كانت تشدها. درش نعمل لها. شكون شكون؟ اعطينا اول اسامي كيما ميمتي ولا حابه. لا لا مش نطلعوها. لا لا احنا على الوطنيه خلينا رايدين. بيسكو انت مديره فضاء العبدليه. عرفتها عرفتها. عندي سؤال. هكا قال لك من غادي عرفتها. لا وجع الاحرف هكا قال. ماهمش برشا هما وزيرات. اي فوالا. قاعدة تمارس توا في مهامها. اي فوالا سهلة دونك. مادامك مادام انت مديرة الفضاء نحب نسألك، كان تركب في مركبة السفر عبر الزمن ترجع لأمادات وشنو تبدل في حياتك؟ أمادار من دور الثقافة ولا أمادار من دور الدنيا؟ دات تاريخ. دات 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 يعني تمر. ارتيكيل انت زاد. ارتيكيل. 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 ام فرنساوي قاعد معنا من غادي كمان عليها تكون ارتيكيل. دات ما نرجعش لحتى دات. فو روفني اكيل دات مدام؟ جي با لونفي دو روفنيغ.
دونك سكسي رافيا بي وانا راضيه باللي تعدل كله وفرحانه راضيه وحيده مفيده برشا علينا تمهمشنا وجميله ساعه ساعه يا ديما جميله ديما تصفيق عليها جميله ساعه ساعه تعدل توا بي شنو هو السؤال اللي ما سالناهش وما كنتش باش تجاوب عليه انت تعرفوا اني مش بنجاوب عليه صاحبتي نعرف برافو وحيده كانت هذه هدره وحده وحده مع مهدي وجميله ليه بالحق عجبتني والله مشيت في الخط ما خرجت منهم لا هما ممثلين بخفوا شويه انا نحب ديما فما سؤال ديما نحب نساله هذه اللي ديما بعد واحده واحده ديما يحب يسال لا ديما خاطر يحلوا لي الاسئله بو انا نعرفك من قبل ولو انا ما نعرفوش بعضنا معناها مباشره هي الممثله الوحيده اللي ما تقدرش تشوف لي حل دايور نجم تقص عليك مثلا السؤال نتاع سامي على سامي الفاري الاكتشاف جا سور لو تار شويه معناها تخلقك شويه اللي الناس ما تعرفك كان كي ظهرت في مسلسل ولاد مفيده والشهره الشعبيه الشهره الواسعه معناها تقلقك بعد 20 سنة كارير ولا 23 سنة كارير؟ لا أنا ما يقلقنيش أنه الناس يراو الأشياء كما يراوها على خاطر فما ناس يحبوا يقولوا اللي معناها هما عرفوني في أولاد مفيدة أما أنا كي مشيت للتمثيل راني ما كنتش طالبة لا شهرة ولا باش نستغنى في كل حالة احنا في تونس ما نستغناوش ممثلين ديما حد بلاصتنا أما أنا كنت المهنة نحبها يعني نحب كل مرة ناخو شخصية شكل pour mon plaisir معناها لي أنا مش mon plaisir البلاصة نعرف مشيت الغادي ورجعت خليك أنا دونك نحب كل مرة ناخو شخصية نعملها تركيبة خاصة بها في المسرح في التلفزة هوايتي أني نخدم هالشخصيات هذية ونخدمها تبقى أنه اكتشفوني الجمهور المخر ما يقلقنيش خاطر كي بديت ما كنتش فركس عليها الشهرة كنت فركس على هوايتي أنا كيفاش نخدم معاه شوف لي حل اللي خدمت فيه خدمت في شوف لي حل ضيفة شرف خدمت بسيت قميت خدمت حتى في عند عزيز دا خدمت في حل خدمت مع المرحوم سفيان شاري الله يرحمه وينعمه إن شاء الله وقت اللي عمل دور الشعوذة أي صحة باهي دالي ايوه مش نسمعوا عدل شويه شعوذه من عندك شويه شعوذه وفسفس وسمعنا تو مش نسمعوا مايسترو نعملوا تونسي كوكتيل عندك كوكتيل كوكتيل تونسي برشا فوكا تحيه كبيره لدالي عامر ايوه السنجق والقنديل وما ويش المنوبية يا ليلى جيتك بتخيل طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل وما ويش الله من مطار طالب فضلك يا
نبكي ودموعي تتقاطر وهي أمي وتاخذ بالخاطر وقول عندي أمي البيا وأنا جيتك بمحمد زغريتا يا التونسية طالب فضلك يا شرعية تحت السنجب والجديد مايسترس قعدتها والكتاب على ركبتها هي أمي وأنا وليدها وقول عندي أمي البيا وأنا جيتك بجاه الله زغريتا يا تونسية قال فضلك يا شرعية تحت السنجب والجندي الله 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 نقول لك لله والباب المقفول تحله ونقول لك لله والباب المقفول تحله وهي أمي وأنا وليدها وقول عندي يوم البيا وأنا جيتك يا محمد زغرتوا يا بنات زغرتوا لله جيتك بتخيل طال فضلك يا شرعية تحت السنجب والجنديد وما ويش المنوبية نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة دبر علي بدبارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة بس كلك علي بدبارة يا حويت على نس بن زرت الله الله بالحوت زغرتو هي يا يوسف لله أمي يا محلى ذكرك في فمي لله أمي يا محلى ذكرك في فمي وانت اللي تجلي لي همي وحيد حلوة مصرى يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة دبر علي على يا ماجد ساكنة في منوبة يا محبوبة يا ساكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة وبخور عامل مشبارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة دبر علي بكارة يا سيدة شعرها يا مضمرها كتش بدويت كتش عارها هي أمي وأنا نشاورها أمي والله مصرارة يا سيدة نغارة يا سيدة نغارة يا سيدة نغارة طبر علي بطارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة
سيدة يا نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة نغارة. ميرسي برافو يعطيك الصحة دالي. جاو تونسي حلو برشا ديما الجو هذا نحبوه نحبوه. جاونا التونسي وحده راه مهما غنينا لازم شويه الجو وهذا جاو بنزرتي راه حاب نوجه تحيه للناس بنزرتي الكل يا جماعه. تحيه لبنزرتي واهالي بنزرت. اليوم اخترت الكوكتيل بنزرتي هذا سينو انا معناها تحيه لتونس الكل من الفوق للوطه. كان جعلنا وقت قعدوا زوز ولايات كان جعلنا وقت رانا مشيناها بشويه 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 نعملوها توا. ليه ما نخلطوش شوف كيف انا غدرهم في الموبايل علاش ما نجيش برشا. لا ما نخلطوش يوم اختار بنزرت ومره زين كل ما كل ما تجي بحدنا تحيه يحيي يحيي اي ريت على حيط من الاول ليت باهي. وين الكتيبه سيحات باهي انت تو باش تخمم لي في حاجه هكا موال حاجه رومانسيه خاطر نحب نسمع صوتك في اللون هذاك. اما قبل هذا يخم في عقلك قبل هذا باش نمشيو للمافيولا. تدشين مدينة الثقافة هو حدث الأسبوع بدون منازع أو بالأحرى بدون منازع واحد خاطر ثم برشا منازعين عليهم صفة الثقافة ما استدعوهمش باش يكتشفوا المول الثقافي الجديد اللي يقعد كمام مكسب مهم للمبدعين. حتما صحيح اللي يدوب ما تدخل تمشي تفركس على الشاريو صحيح اللي دوب ما تدخل تمشي تفركس على الشاريو أما لأسباب معمارية وشوية ذوقية خاطر في بلادنا البنية الذوقية محفرة أكثر من كياسات الدولة العريقة. أما جاب ربي اللي أمورتيسورات رئيس الجمهورية مستانسين بركيزي. سمعت النشيد اكيد تخيل تروحي ناكل في ملوخيه بالمايونيز. اي بعد باش نعلقوا بعد مانيش باش نخليكم ما تعلقوش. لا لا سامحني قص عليك بس القصير. جوله فخار بكري وسط رخام توا تحت في القاعه قاعه الاوبرا وهاكم سمعتوا نشيدنا المفدى بالاوكراني او باصوات اوكرانيه اللي غطات على الاصوات التونسيه اللي تمنيت لو كان الافتتاح 100% محلي باش يحلي اكثر الاحتفال الفال. خليوا البتيفور والعصير بالالوان حاضرين في كل تدشين ونمشيوا لاحمد نجيب الصيد من وذنه اللي عنده ما يعلق على الاداء الحكومي وخاصه الرئاسي. كان المفروض يفسر لنا هذا هو مشى التفسير ما يقنعش هو انه راهو البترول نقص انتاجه صحيح وراهو الفوسفات نقص انتاجه صحيح وراهو السياحه تراجعت صحيح لكن هذا كل بسبب بايش يا اخي التوانسه اللي عايشين في المناطق اللي قاعده تعطي فينا في الثروه الطبيعيه هي. مجانين يحكوا روسهم يقوموا ينتفضوا كيف البارح مواجهات في المذله ما هو المفروض بسبب انه الدوله ان جوفرنابل الدوله لم تعد تحكم قادره ان يقودها عجز صغير انت عجز هكا نقولوا على الراجل قد ولدك ايش يقولوا عليه كنددك الشيبي يعاير في الشيبي وزيد قلت في نفس الحديث اللي عنا دبلوماسية على الحيط تحب نصيب عليك سعيدة قراشة سعيدة أفرحنا بيه سي نجيب أشار إلى مسألة تتعلق بالجانب الدبلوماسي واللي هو من صلاحيات سيد رئيس الجمهورية في العادة احنا ما نعاقبوش لكن بما أنه أشار إلى هذا مضطرين نعطيه بعض توضيحات للمستمعين والمستمعات ما ننساوش اللي نجم ونتفاهمه معناها موقف سي نجيب الشابي بحكم أنه خبرته الدبلوماسية ما تتجاوزش أنه اشتغل مبعوث خاص لرئيس الجمهورية التونسية في بداية التسعينات. في بالنا اللي بن علي كان باعث وما مش بالصفة الرسمية هذه ومدام قراش كانت سعيدة جدا باش تذكر اللي التلميذ نجيب ما عندوش كارير البجبوج ورصيده الانتخابي في الروج وما دمنا في جبدين التوارخ سجلنا فلتة من فلتات الأرشيف وقت اللي العميد صادق بالعيد يعطي رايه في نوايا النهضة الدستورية.
أنا أقول لك بأن النهضة اليوم وغدوة وبعد غدوة هي نفس النهضة متاع 1984 متاع ما الفرق ومتاع باب السويقة. بيه سيدي النهضة ما تبدلتش وانت مازلت مغروم بالدساتير سيغ ميزور واللي عنده طموحات رئاسية مدى الحياة تنجم تلقى له حل كما قبل خاطر توا يمكن ما قالوا لكش ولا غلطوك ثم بدعة جديدة حشيك اسمها الانتخابات النزيهة والشفافة أشقال محمد عبو حشيك وتقول لي شدخل المليارات في الموضوع المليارات هذه خالف القانون تينا دورة البلاد 2014 ما فماش بلاصة ما مشيت لهاش في 2014 وين نمشي يقول لي تعداو ناس عطونا فلوس تقول لي مش هذا واقع تونس نقول لك سيدي برشا ناس راهم ما يعرفوش واقع تونس واقع تونسي برشا حياة شعبية وبرشا جهات الناس في 50000 تبيع صوتها وتبيع أي شيء وسامحني مش هذوما معظم التوانسه اما ذوما نسبه كافيه باش تعمل فرق. نعم ما صدقش ناخب يبيع صوته ب 50 دينار ماشي في بالي ب 20 دينار برك. بالمنجد الدنيا غليت وديمقراطيه رخصت ريتو ما هو مزايا الديكتاتوريه طلع لك جيل كامل من الانتهازيين اللي حولوا العمل السياسي الى عمليه بيع وشراء. هيا فك علينا من السياسه ونحكيوا على الكوره. تعرفوا اللي عندنا مدربين محترفين البرة واللي منورينا على قوه جهدهم. كي حمادي الدو في ملعب 20 أوت بالعاصمة في مباراة التي انهزم فيها الدفاع بثلاثية كاملة أمام نصر حسين داي فخلال تفقده أرضية الميدان ضبطته عدسات الكاميرا وهو يقوم خلسة بذر مادة بيضاء على خط المرمى وأيضا في بعض أجزاء الملعب وسط حيرة الجميع وعلامات استفهام كبيرة. يا سي حمادي لا يزي تمن بالسحر اكثر من قدراتك الفنيه وزيد سحرك مضروب خاطرك خسرت الماتش كيف بليش الواحد ايش يعمل يقوم يندم ولا يطفي الضوء. كنت هذه المبيوله مع حاتم. نرجعوا للتعليق. اسمع انا يلزمني نعلق. اي في بالي. خاطر ما نجمش. اي حتى بنعلق. اولا جميلة اولا المال حكاية المال تظهر كأنها حاجة معناها سلبية وش خص؟ كان احنا تولي الفضاءات الثقافية كيما لي مول باش تمشي كيما باش تمشي. اي اي معناها كيما باش تمشي تقضي ولا تلبس ولا كذا تمشي زادة تتثقف. تتفرج في المسرح وفي السينما وغيره والشغيو كيما تعبيه بالقضية المقارونة والطماطم والهريسة وغيره تعبيه بفيلم محليه وبمسرحية محليها وبالكتب وبعرض عروض ثقافية متنوعة. ليس سامحني عايش ما قسيتش عليك ما تقصش عليها هي عادت الجمعة الكل هكا راهو.